انا يعني لما بنتكلم على كده انا شايف ان الكلام اخذنا اتجاه الصناعه، واحنا لو بنتكلم على طبعا هي قاطره التنميه في اي دوله في العالم. طيب انا فكره ان انا اقدر احقق ده عشان افتح مصنع وافتح جنبه ربما مشروع اصغر منه او مشروع صغير يخدم على المشروع مزبوط. الكبير ويحصل التشابك اللي شرحناه دلوقتي. طيب. انا محتاجه اعمل ايه عشان ابدا بده؟ يعني فكرة التكامل ده مع العلم انه انا عندي مثلا ومحتاجة ايه تشريعيا كمان، مع العلم ان انا عندي مثلا قانون الاستثمار اخذنا وقت طويل جدا عشان يصدر، صدر القانون قعدنا وقت طويل جدا عشان اللائحة التنفيذية تصدر بعدها، ثم عند التطبيق ربما وجدنا بعض الامور اللي محتاجة تعديلات في اللائحة التنفيذية، فنبدأ منين؟ احنا محتاجين خطط واضحة، خطط الى جانب وضوحها الشديد هي قابلة للتنفيذ في الواقع العملي، مش كلام على الأوراق ولما يجي للواقع لا يجد قبولا ولا يجد قدرة على التحقيق وعلى التنفيذ. احنا بنتكلم على مشروع صغير متناهي الصغر يغذي المشروع الكبير، واحد بيعمل بدل والتاني قد الصغير يعمل الزراير بتاعته بدل ما هجيبها من بره. عايزة خطة واضحة، عايزة ثبات التشريعات، عايزة تكون ثقافة الدولة، ثقافة الدولة مش ان المواطن مدان حتى يثبت العكس ولا الشاب الصغير. الدولة يا فندم حجم التهرب الضريبي سنويا حوالي 600 مليار جنيه. طب ده من الكبار ومن المتوسطين مش من الصغيرين. دايما بيقول يا دكتور عادل يعني هو بيقول للدولة بيقول لها يعني قبل ما تزودي ضرائب علينا وقبل ما ترفعي الأسعار حصلي الضرائب اللي انت شفت بحضرتك ليه؟ شفت يعني احنا نيجي بنقول فلما تقرض هؤلاء بضمانات بسيطة بحوافز كثيرة بإغراءات متعددة بتسهيل في الإجراءات، بعض الدول ودون ذكر أسماء الدولة نفسها بتكون الكفيل والضامن في حال إخفاق المشروع، لأن عارفة في حال نجاح المشروع هتكسب كتير. أنا بتكلم إن أنا هكسب صاحب المشروع، صاحب المنشأة الاقتصادية أو غير الاقتصادية، وأربعة خمسة عشر عشرين من العاملين بدل ما يبقوا قنابل تضر المجتمع أصبحوا طاقات إيجابية في هذا المجتمع. قلنا كتير يا جماعة طعام زيد قد يكون سما لعمر، ما تطبقش القواعد اللي بتطبقها على المستثمر الكبير على الشاب اللي لسه عظمه طري، ما تخليش عراقيل توضع امامه في البنوك يجيب لك ضامن منين، ده هو كويس ان هو عايش وعلى قيد الحياه وبيمشي على رجليه. الراجل قدم موضوع وقدم مشروع، لازم ان احنا نسهل. انا عايز الدوله تغامر، ما كله بيغامر علشان الدوله تنجح. احنا بنقول 600 مليار جنيه حجم التهرب الضريبي، بنقول عندنا ده المعروف كمان، ده المعروف كمان، بنقول ان احنا عايزين ننشط القطاعات دي عشان نغري الصناعات بتاعه بير السلم والناس اللي بتكسب وبتشتغل ما تدفعش ندخلها للاقتصاد الرسمي وبالتالي ندخلها في المنظومه الضريبيه. احنا 70% من ايراداتنا ضرائب، شيء طبعا مؤسف لكن حقيقه. طب ما دام 70% من ايراداتنا ضرائب يبقى لازم نعظم الحصيله الضريبيه ونوع ونوسع الله يفتح، ده المصطلح العلمي الدقيق، ونوسع القاعده الضريبيه، ان انا ادخل اقتصاد بيد السلم في الاقتصاد الرسمي، ان انا ادخل المشروعات الصغيره والمتوسطه، ان انا ادخله في هذه المنظومه، اعمل له حوافز، اعمل له اعمل له اجراءات تخفض عليه الأعباء التأمينية، تديله حوافز ضريبية، تديله حوافز على ريادة الأعمال وعلى الابتكار والإبداع، حوافز تشجعه أنه ما يتعاملش نقديا ولكن يتعامل إلكترونيا الطريقة اللي بيتكلموا عليها دي. كل هذه الأمور الدولة لازم تغامر، الدولة لازم تخاطر علشان دول شباب هذه الدولة ولابد أن تقف إلى جوارهم. أنا هنا مش بقول أن الدولة تترحل بقى وتسيب الدنيا وتفتح البنوك اللي ياخد قرشين ويروح يتجوز بيهم، لا حضرتك هنا بتقول أن احنا نشتغل على الاقتصاد الغير رسمي. أنا بقول هناك رؤساء حكومات ومش هقول أسماء يضمنون، يقول أنا الكفيل لهؤلاء اشتغلوا ولو خسرتوا أنا اللي هسدد الخسارة. الدولة اللي عايزة تنشط وعايزة احنا أكتر من نص المجتمع شباب، وفي ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفي ظل رفع الدعم عن الطاقة وفي ظل الارتفاعات وفي ظل جني ثمار الإصلاح اللي حضرتك قلت عليها الثمار، وأنا مش عارف ثمار اللي هتجنى دلوقتي، وعلى فكرة مش عيب، أنا عايز أتكلم مع حضرتك على مش عيب إن أنا شغال في الإصلاح، الحكومة اتكلم فيه إنه قريبا هيكون في جني لثمار الإصلاح الاقتصادي. عايز أسأل حضراتكم بمنتهى الصراحة، هل شايفين إن ده تفاؤل زيادة شوية وان احنا لا محتاجين لسه شويه وقت علشان نبدا نجني الثمار، ام انه ربما هناك رؤيه اقتصاديه يعني بها هذا القدر من الواقعيه؟ بس هستاذن حضراتكم ناخد